بمناسبة تدشين الكنيسة بقى، نعمل كده توثيق ونمضي. بسم الله القوي، مطرانية المعادي وتوابعها، كنيسة القديسة الملكة هيلانا بالمعادي، وثيقة تدشين في يوم الأحد 10 برمات 1739 للشهداء، الموافق 19 مارس 2023 ميلادية، في عيد ظهور الصليب المجيد، قام صاحب الغبطة والقداسة البابا البطريرك الأنبا تودروث الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية 118، بتدشين الكنيسة وإهداء جزء من رفات القديسة الملكة هيلانا بحضور لفيف من الأباء المطارن والأساقفة، ذلك في حفرية صاحب النيافة الأنبا دانيال مطران كرسي المعادي. God.